الحقيقة أنا شايف أزمة جماعة الإخوان اللي بتمر بيها دلوقتي من زوايا كتير جدا، لكن أنا حابب أتكلم في نقطة منهج الإخوان. أو الأول نوصف الأول إيه اللي حصل في السنوات اللي فاتت، ونحن عارفين إن جماعة الإخوان هي جماعة سلمية تدعو للإصلاح وللتغيير ولتحكيم شرع الله تبارك وتعالى في الأرض بطريق صحيح وسليم، وتؤمن بالتدريج كمنهج في التغيير، أو منهجهم بيعتمد في خطواته على إصلاح الفرد المسلم، بعدين إصلاح الأسرة المسلمة، وبعدين البيت المسلم، المجتمع المسلم، وبعد كده يكون في حكومة مسلمة، وبعد كده تكون في دولة مسلمة، وبعدين مجموعة الدول دي تتحد ويبقى في دولة إسلامية كبيرة زي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. هدفهم ومشروعهم هو توحد إن المسلمين يكونوا على قلب رجل واحد، زي ما نشوف كده مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، نشوف مثلا الاتحاد الأوروبي، يعني الأوروبيين الفرنسيين والألمان والأرجنتينيين عفوا والبلجيكيين، كل الناس في أوروبا قرروا إن هم يعملوا الاتحاد الأوروبي. عندنا كمان اتحاد الكومنولث، قبل كده كان اسمه حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي، حاجة شبيهة بكده، يعني إن يكون المؤمنين والمسلمين وتكون دولة موحدة، يعني ايا كان شكل هذا التوحد بقى، يعني المسلمين كلهم يبقوا تحت ايه، كلمة واحدة. اللي حصل طبعا من 2013 لغاية دلوقتي حصل تطورات كبيرة جدا. ناس قال لك بقى احنا حصل عندنا انقلاب على الحكم وعلى المشروع بتاعنا، والمشروع بتاعنا ده كان فيه اخطاء كتيرة جدا ومش عاجبنا، فاحنا لينا وجهة نظر تانية. ايه هي وجهة النظر التانية؟ قال لك الناس اللي قتلونا دول وذبحونا واغتصبوا اخواتنا وقتلوا الشباب والاطفال الابرياء والعلماء، الناس دي ما ينفعش معاهم كلام. هتعملوا ايه يا عم؟ قال لك احنا نتعامل معاهم وندافع عن نفسنا زي ما هم بيتعاملوا معانا. طب انا الطريق ده ممكن ناس كتير جدا تبرره، يعني على حكم ان النظام اللي عمل كده واللي اتحرك بالدبابة اصلا هو اللي مسؤول على صناعة التفكير ده، هو اللي خلى الناس تخرج عن طاعتها. يعني ديت فكرة، والفكرة دي طبعا مرفوضة، يعني حتى لو كان النظام ده نظام مجرم، إلا إن العنف ما بيجيبش إلا عنف، أو ضرب النار ما بيجيبش إلا ضرب نار تاني، وديت هتبقى مجزرة كبيرة جدا هيموت فيها كتير جدا من الشباب، وهتبقى فيها خسائر كتير جدا على المجتمع وعلى الإخوان وعلى أي حد يفكر بالتفكير ده. عندنا طبعا نماذج كتير جدا اتخذت التفكير ده وما نجحتش فيه. الفكر التاني قال لك لا، انا سلمياتنا اقوى من الرصاص، انا هفضل ثابت زي ما انا وهبدا اناضل نضال سلمي، بحيث ان انا ما اضحيش بالشباب بتوعي، ما ازودش الرقعه، يعني ما بقاش الرقعه واسعه ويموت، بدل ما يموت 10 يموت 20، بدل ما يموت 20 يموت 100، بدل ما احنا عندنا عشرات المعتقلين لا، يبقى هيبقى في تطهير عرقي، والنظام نظام مجرم لا يعرف لا اخلاق ولا دين. فاحنا نفضل ثابتين وصامدين ونتخذ من السلمية منهج، ونبدأ نناضل سياسيا وحقوقيا، ونتخذ الطرق المشروعة في استرداد حقوقنا. يعني وان برضو زي ما حصل مثلا في جنوب افريقيا نيلسون مانديلا، طبعا هما ضربوا امثلة بحاجات زي كده، لحصل مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصمد في مكة 13 سنة وكاد ان يموت من الجوع، حاجات كتير جدا، وبدأ يضربوا أمثلة بالموضوع ده. فكر تاني قال لك والله يا جماعة انتوا فشلتم، والفشل ده لابد يكون فيه تنازلات أو تغيير مسار وتغيير تفكير في المنهج. انت هتعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك انا مش الانتخابات والسياسة ديت، انا هأعلن ان انا مش هنافس فيها، مش هدخل الانتخابات، وهو بكده هيفهم ان انا ايه بعيد، فهيطلع لي المعتقلين او هيخفف او مش هيعتقلني. ده اللي حصل باختصار. طبعا هو الفكر الاخير ده هو يعني ممكن يكون سليم لو انت مثلا بترشح نفسك في الانتخابات، يعني انت لو انت مرشح نفسك في الانتخابات مجلس الشعب مثلا، فبدأ يعتقل الناس بتوعك، فانت بتقول له لا والله انا مش عايز اعتقالات، انا مش هخش لمجلس الشعب. او انتخابات الرئاسه مثلا، بيرشح نفسك رئيس جمهوريه، فبيقول لك فمثلا حصل اعتقالات او حصل مثلا تعامل خشن مع
الجماهير اللي بتأيدني، فأنا بقول لأ، أنا مش هترشح للرئاسة، هرجع خطوة لورا وهأجل المنافسة على السلطة أو الصراع على السلطة أو أي حاجة فيها سياسة حفاظا على الناس اللي معايا. يعني الخطوة دي خطوة متأخرة جدا، يعني المفروض لو أنت هتاخدها ما تتنازلش عن مبادئك علشان تاخدها، أو ما تعلنش عن أن أنت هتتنازل عن حق من حقوقك علشان خاطر واحد جبار قدامك بيضغط عليك. يعني انت عشان خاطر تاخد حق تتنازل عن حق تاني؟ لا، ما ينفعش. يعني كل واحد، طالما انت سلمي، طالما انت انسان ليك حق ان انت تبقى موجود في المكان ده، ما ينفعش تتنازل عن حق من حقوقك عشان تاخد حق تاني، او علشان خاطر ترجع الحرية للبلد. ما ينفعش ان انت تنتقص من حريتك. كمان ما ينفعش ان انت تبقى في خطوة متأخرة وتتأخر اكتر. يعني انت اصلا، احنا يعني ما فيش اصلا سياسة من 9 سنين او من 10 سنين، فما ينفعش انت تقول انا هتنازل عن حقي اللي انا هو اصلا مش معايا. دي نقطة. النقطة التانية، الخصم غير شريف اصلا. يعني مثلا موضوع، كان في ناس بتقول طب الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، انتوا ما تنفعش تتنازلوا، ما تتمسكوا بالشرعية وتنازلوا عن الشرعية عشان خاطر الناس تتلم. طب ما الرئيس محمد مرسي مات خالص رحمة الله عليه. الناس اللي كانت بتقول الحاجات ديت، انا اقصد ان موضوع ان انت تتنازل عن المبادئ بتاعتك من اجل تحقيق اهداف انت اصلا لا تملكها، ديت مش مطلوبة في الوقت ده. هتقول لي ازاي بقى المعتقلين يخرجوا طالما انت يعني مقفلها كده؟ ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، وممكن ان شاء الله نتناقش، وانا برحب بآراء حضراتكم فيه، نتناقش فيه باستفاضة. يعني لان احنا لازم نوصل لحل وفي نفس الوقت يحقق اهداف مبدئيه لبلدنا ولينا كمصريين بشكل عام، ولينا كناس نضلوا من اول ثوره 25 يناير لغايه الوقت اللي احنا واقفين فيه. هستنى نقاشات حضراتكم وتعليقاتكم على الحلقه، وان شاء الله لو في جديد في موضوع الافراج عن المعتقلين انا برحب بيه. ده اللي هيكون ان شاء الله موضوعنا في الحلقه اللي جايه. اشكر حضراتكم على حسن الاستماع الدقايق ديت. السلام عليكم ورحمه الله.